بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي التجاري. إن شاء الله سنة سعيدة عليكم وعلى مصر كلها. وفي بداية حلقتنا هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن مادة جميلة جدا اسمها مادة الإحصاء. مادة الإحصاء من المواد السهلة الجميلة اللي كلنا بنجمع فيها درجات إن شاء الله في سنة تانية وفي سنة ثالثة إن شاء الله. مادة الإحصاء عبارة عن إيه؟ عايزين نتكلم عن مادة الإحصاء النهاردة ونشوف أبعاد مادة الإحصاء أو إيه الموضوعات اللي بتتناولها مادة الإحصاء وإزاي بنبتدي نذاكرها وإزاي بنتعرف عليها. منذ بداية الإنسان على وجه الأرض هو بيهتم بالظواهر اللي حواليه. يشوف البرق، يشوف المطر، المطر بيجي في الشتاء ولا في الصيف، يبتدي يجمع معلومات عن جميع الظواهر اللي بتحصل حواليه ويبتدي يسجل هذه المعلومات. يبقى أنا دلوقتي عندك أول حاجة لازم تعرفها إن الكون حواليك مليان ظواهر جديدة عليك أو بتشوفها لأول مرة، وبتبتدي تلاحظ هذه الظواهر وبيبقى عندك شغف إنك تجمع معلومات عن هذه الظواهر. يبقى دايما علم الإحصاء موجود مع الإنسان من بداية تكوين الإنسان أو من بداية نشأة الكون. الإنسان الأول قاعد يلاحظ في الظواهر اللي حواليه ويبتدي يسجل هذه الظواهر ويجمع بيانات عنها. هو ده بالظبط اللي بيعمله علم الإحصاء. يبقى احنا اتفقنا ان علم الإحصاء ده بيبدأ ازاي؟ بيبدأ بتجميع بيانات عن الظواهر اللي حواليك او عن موضوع معين، ويبتدي تسجل هذه البيانات علشان يبقى عندك بيانات إحصائية موجودة لما تحب ترجع ليها. يبقى لو حضرتك بتشجع فريق معين بتبتدي تشوف عدد البطولات بتاعته، بتبتدي تشوف عدد اللعيبة، أعمارهم، بتبتدي دايما عندك اهتمام بهذا الموضوع. يبقى في تشجيعك لفرقتك أو للفريق اللي انت بتنتمي إليه أو للمنتخب بتاع بلدك طبعا بتبتدي تشوف الظواهر والبيانات وتسجلها، وتبتدي عايز تعرف معلومات أكتر عن أي شيء عن الموضوع اللي بتحبه. لو حضرتك مهتم بعلم معين زي علم الرياضة، علم الرسم، أي علم عندك بتهتم بيه، بتبتدي تجمع معلومات وتبتدي تجمع المعلومات الخاصة بهذا العلم أو بهذا الموضوع اللي أنت مهتم بيه وتسجلها. ده كده بيدخل في اهتمامات علم الإحصاء. يبقى دايما يا جماعة دايما علم الإحصاء بيهتم بجمع البيانات وتسجيلها. وبعد ما بتسجلها بتبتدي تحلل هذه البيانات والمعلومات علشان تقدر تساعد متخذ القرار أو حضرتك تكون متخذ قرار جيد. لذلك النهاردة هنتكلم عن موضوعات علم الإحصاء للصف الثاني الثانوي التجاري. أول حاجة في موضوعات علم الإحصاء هنتكلم عن تعريف علم الإحصاء، وهنشوف إزاي التعريف ده فيه حاجات مهمة جدا جدا ولازم نكون فاهمين الجزء النظري علشان لما نبتدي ندخل في جزء عملي يكون الموضوع سهل معانا. وبعد كده بعد ما ناخد علم الإحصاء هندخل في الرسوم البيانية أو تشكيل هذه البيانات في صورة بيانية أو في صورة جداول علشان نقدر نستفيد منها. بعد كده هنخش في موضوعات مهمة جدا 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 اسمها مقاييس النزعة المركزية. مقاييس النزعة المركزية أو زي ما بنسميها المتوسطات. يبقى أنا عندي مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات اللي عندي دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة من المتوسطات وهم خمسة هنشوفهم مع بعض بالترتيب. أول هذه المتوسطات اسمه الوسط الحسابي أو المتوسط الحسابي، وده أشهر هذه المتوسطات على الإطلاق. يبقى أنا عندي الوسط الحسابي أحد هذه المتوسطات. وإيه هو الوسط الحسابي ده؟ هو مجموع القيم مقسوما على عددها، أو متوسط أي شيء عندك. لما بتيجي تجيب متوسط لأي شيء بتجمع القيم وبعدين بتقسم على عدد هذه القيم. يبقى احنا اتفقنا ان المتوسطات او مقاييس النزعة المركزية بتبدأ بموضوع سهل جدا اسمه الوسط الحسابي. زي ايه الوسط الحسابي؟ زي ما قلت لك فرقة الكرة بتاعتك. انت عندك مثلا في الفريق بتاعك 30 لعيب ولكن اللي بيلعبوا بالظبط 11. انت عايز تشوف متوسط الناس اللي في الملعب اللي هم ال 11 لاعب بتوعك دول، بتبتدي تجمع اعمارهم وتقسمهم على ال 11. يبقى جمعت 11 او عمر ال 11 لاعب
وقسمته على عددهم يديني متوسط الاعمار اللي موجوده في الفريق. المتوسط ده هيفيدك في ايه؟ تقدر تقول لي لا ده انا عندي لعيبه كتير فوق السن او كبيره محتاج اعمل تدعيمات لفرقتي، عندي لعيبه كتير صغيره في السن محتاج احط لهم حد خبرات. يبقى انت من تجميعك للبيانات وتلخيصها وتسجيلها وتحليلها قدرت توصل للقرار المناسب اللي هيخدم الفريق بتاعك. يبقى احنا اتفقنا كده ان اول هذه المتوسطات هو الوسط الحسابي. تاني هذه المتوسطات اسمه الوسيط. والوسيط ده من الحاجات اللذيذة جدا اللي احنا بنقول هو القيمة التي تتوسط مجموعة من القيم. يبقى احنا عندي كده في قيم، في قيمة طبعا تتوسط مجموعة من القيم بعد ترتيبها. يبقى احنا اتفقنا ان عندي مجموعة من القيم برتبها. ممكن بقى حضرتك ترتب تصاعدي، ممكن حضرتك ترتب تنازلي، بعد ما بترتب بتشوف مين القيمة اللي في النص، بيكون ده الوسيط. وده طبعا هيختلف. لو انت والتلاتة اصحابك هتبقوا اربعة، هيكون مين اللي قاعد في النص او في الوسط؟ هتلاقي عندك اتنين. يبقى دايما دايما لو القيم زوجي او عدد القيم بيكون زوجي بيكون الوسيط له قيمتين، وبعدين اجيب الوسط الحسابي للقيمتين دول. اما لو عدد القيم فردي بيكون الوسيط قيمة واحدة. طبعا ما تنساش ان انت دايما في الوسيط بترتب. طيب عندي ثالث هذه المتوسطات اسمه المنوال. والمنوال ده عبارة عن القيمة الأكثر انتشارا أو تكرارا أو اللون الأكثر انتشارا زي ما بيسموه في الموضة لمود المنوال أو لموضة المنوال. المنوال ده هو القيمة الأكثر انتشارا. يعني لو أنا مشيت كده في الشارع لقيت فيه لون معين مسيطر على الشارع، يبقى الموضة سنة 2022 هتكون اللون ده. يبقى ده اسمه الموضة أو المنوال أو القيمة الأكثر شيوعا أو تكرارا. وبعد كده عندي كمان الوسط الهندسي والوسط التوافقي. علشان نمشي بالترتيب في منهجنا تعالوا نشوف أول حاجة عاوزين نتكلم عليها النهاردة اللي هي علم الإحصاء. يبقى اتفقنا إن علم الإحصاء ده لازم الأول أعرف تعريف علم الإحصاء لمادة، الأول هنبدأ بمادة الإحصاء للصف الثاني الثانوي التجاري. أول باب عندي بيتكلم عن علم الإحصاء تعريفه والعرض الجدولي للبيانات الإحصائية. يعني إيه الكلام ده؟ تعال نشوف مع بعض. بيقول لي تعريف علم الإحصاء. علم الإحصاء ده ليه تعريف لذيذ جدا. بيقول هو مجموعة الأساليب التي تهدف إلى التعامل مع البيانات العددية. يبقى أنا دايما عندي بيانات عددية، هشوف مجموعة من الأساليب علشان أتعامل مع هذه البيانات والاستفادة منها في التوصل إلى أحسن القرارات لحل المشاكل المختلفة. يبقى أنا دلوقتي لما قلت لك إن الإنسان الأول كان حواليه ظواهر كونية زي مثلا الأمطار، زي الحر الشديد، قعد يجمع بيانات عن هذه الظواهر، وبعد ما جمع البيانات دهيت قدر يعرف ان لها مواعيد مثلا محددة، ان ليها توقيتات محددة، ابتدى ياخد حذره في ظل هذه المواعيد او في ظل هذه الظواهر. بسبب ايه؟ بسبب انه اشتغل على نفسه وبدأ يجمع معلومات ويعرف امتى بيحصل الكلام ده ويبتدي يستعد ليه قبلها. طب عرف منين الكلام ده كلها؟ عن طريق تجميع المعلومات وتجميع البيانات اللازمة عن الظاهرة اللي هو بيدرسها. يبقى حضرتك كمان علم الإحصاء بيفيدك في حياتك. لو أنا عندي عارف مثلا إن في فصل الشتاء بيحصل مثلا أمطار في بعض الشهور المعينة من الشتاء، بتبتدي تستعد، بتبتدي تجمع معلومات عن هذه الظواهر وتبتدي تستعد لها وتكون قادر تاخد قرار سليم. عندي كمان لو أحد التجار عنده تجارة معينة، فبيبتدي يجمع بيانات عن المواسم في هذه التجارة، ولتكن مثلا تجارة المشروبات الغازية. هسألك سؤال، المشروبات الغازية دي تجارتها أو
الرواج بتاعها، فترة الرواج بتاعها بتكون في فترات الصيف ولا في فترات الشتاء؟ قلت لي طبعا المشروبات الغازية والحاجة الساقعة بتزيد جدا الطلب عليها في فصل الصيف، فبيبتدي التجار يجمعوا بيانات عن الأوقات اللي بيتم فيها الطلب على المشروبات الغازية دهيت، ويبتدوا يزودوا الإنتاج فيها. طيب بيبتدي كمان يحصل شوية ركود في فصل الشتاء على المشروبات الغازية. من خلال تجميع البيانات من التجار عن هذا الفصل أو فصل الشتاء في المشروبات الغازية، بيبتدي يقللوا الشراء أو يقللوا التخزين بتاعهم في فصل الشتاء، لأن طبعا ما بيبقاش الطلب عليها كتير زي فصل الصيف. يبقى احنا زي ما بنقول دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيانات بيتم تجميعها وتحليلها وتلخيصها علشان نقدر نحطها في صورة تساعدنا في اتخاذ القرار. يبقى نقول تاني تعريف علم الإحصاء مع بعض، هو مجموعة الأساليب التي تهدف إلى التعامل مع البيانات العددية. مجموعة الأساليب التي تهدف إلى التعامل مع البيانات العددية. من حيث إيه بقى؟ من حيث الاستفادة منها في التوصل إلى أحسن القرارات لحل المشاكل المختلفة. نقول التعريف مرة تانية، مجموعة الأساليب اللي بتهدف إلى التعامل مع البيانات العددية. يبقى لازم يكون في بيانات عددية الأول، ظاهرة بتتكرر، والاستفادة منها في التوصل إلى أحسن القرارات. يبقى هنا إيه فايدة البيانات العددية دي؟ أقول له فايدة البيانات العددية دي لما بجمعها وسجلها وابتدي ألخصها وأحطها في صورة بيانات، بتبتدي تساعدني لاتخاذ أحسن القرارات لحل المشاكل المختلفة. طيب إيه هي البيانات الإحصائية؟ إحنا خدنا خلاص تعريف علم الإحصاء. إيه هي البيانات الإحصائية؟ مش أنا عندي بيانات إحصائية اللي أنا جمعتها، إزاي أعرف إن ده بيان إحصائي أو إزاي أعرف البيانات الإحصائية؟ نشوف مع بعض تعريف البيانات الإحصائية وبيبتدي يتم تجميعها إزاي. البيانات الإحصائية هي القياسات التي يقوم الباحث بجمعها. حضرتك لو بتدور في موضوع معين اسمك باحث، لو حضرتك بتدور في موضوع معين انت مهتم بكرة القدم اسمك باحث في كرة القدم، تلاقي نفسك كده بتدخل على النت تجيب معلومات عن كورة، بتجيب معلومات عن الرسم، بتجيب معلومات عن الفن، بتجيب معلومات عن الرياضة. فهنا اسم حضرتك في الحالة دي باحث، يبقى كل ما يبحث أو كل من يبحث عن شيء فهو باحث. يبقى حضرتك لما تيجي تكلمني في البيانات الإحصائية بتقول لي إيه؟ هي القياسات التي يقوم الباحث بجمعها عن الظاهرة التي يقوم بدراستها. يبقى دايما في ظاهرة حضرتك بتقوم بدراستها، قلت لك أنت مهتم بالكرة يبقى كده حضرتك دي ظاهرة أنت بتقوم بدراستها، مهتم بالرسم يبقى حضرتك في ظاهرة أنت بتقوم بدراستها، مهتم بالفنون، مهتم بالصحة، مهتم بأي نشاط حضرتك النشاط ده اسمه ظاهرة. يبقى هنا دايما تكون في ظاهرة حضرتك بتتابعها أو بتجمع بيانات عنها. اسم حضرتك هنا إيه بقى؟ اسمك الباحث. يبقى الباحث موجود والظاهرة موجودة. بعض القياسات اللي بيقوم الباحث بجمعها، يبقى أنت بتقيس ظاهرة معينة بدورك كباحث عشان إيه بقى؟ على قدر توفر ودقة المعلومات اللي انت بتجيبها، ده ايه دقة البحث اللي انت بتجيبه، بتكون دقة النتائج. يبقى لو في حد قدر يجيب نتائج دقيقة بالتالي هيطلع بحث دقيق وبيتوصل الباحث لاتخاذ قرار سليم. يبقى لما نقول مع بعض تاني، البيانات الإحصائية هي القياسات التي يقوم الباحث بجمعها عن الظاهرة التي يقوم بدراستها. اي ظاهرة حضرتك هتدرسها، ولتكن مثلا هتدرس انت عاوز تدخل المجال التجاري، التعليم الفني التجاري، فبتبتدي تجمع معلومات عن التعليم الفني التجاري، ايه مستقبله، ايه الموضوعات اللي هدرسها، طيب لما ادرس المادة دي هقدر التحق بكلية ايه، هقدر اتعلم مهنة ايه. يبقى ده عبارة عن موضوع او ظاهرة حضرتك بتبتدي تبحث فيها. من خلال بحثك وتجميع قياسات عن هذه الظاهرة بتقدر توصل، كل ما كانت البيانات دقيقة وكل ما كانت القياسات دقيقة هيكون البحث بتاع حضرتك دقيق، ولو البحث دقيق بتوصل لنتائج دقيقة وبالتالي بتاخد قرار سليم.
يبقى احنا اتفقنا تاني ان تعريف البيانات الإحصائية هي القياسات التي يقوم الباحث بجمعها، وبعد يعني الباحث ده بيجمعها ليه؟ بيجمعها عن ظاهرة معينة، وعلى قدر دقة هذه القياسات بتكون دقة النتائج، وبالتالي تقدر تاخد القرار السليم. يبقى دايما الباحث محتاج يجمع ويدرس الموضوعات اللي عنده بدقة علشان يقدر يوصل لنتائج دقيقة. اما لو حد تاني يعني جمع معلومات مش باهتمام كده، وجمع معلومات بسيطة قوي عن اي موضوع واستهتر بجمع المعلومات ده، زي مثلا جائحة كورونا. جائحة كورونا دي ان شاء الله ربنا يسلم مصر منها وتعدي على خير. في ناس زي طبعا ما بنشوف في الاعلام ليل ونهار، الاعلام بيقوم بتوعية الناس عن جائحة كورونا. طيب لو حضرتك مستهتر بقى والموضوع مش فارق معايا، ايه اللي هيحصل؟ هتبتدي تتعامل مع الوباء ده بصورة فيها استهتار، وبالتالي لا قدر الله ممكن يحصل إصابة. أما لو حد تاني ابتدى يحط الحدث في قيمته الحقيقية ويجمع معلومات ويقعد يسمع الإعلام بيقول إيه عن الوباء ده، وإزاي لازم نلبس كمامة، وإزاي نتجنب الوقوف أو التواجد في الأماكن المزدحمة، وإزاي بنتعامل في هذه الظروف والإجراءات الاحترازية، كل ده أنت بتعمل إيه؟ أنت بتجمع معلومات. حضرتك جمعت معلومات، لذلك لما اتحطيت في الموقف بقى عندك رصيد من هذه المعلومات، وحضرتك بدأت تحلل المعلومات دي وتقدر تاخد القرار السليم بناء على المعلومات وعن البحث اللي حضرتك عملته. يبقى لو أنت قاعد في قدام التلفزيون وسمعتهم بيتكلموا عن فيروس كورونا، وابتدي يقول لك ان في اجراءات احترازيه، ولازم تلبس الكمامه، وما ينفعش تقعد في مكان من غير كمامه، وما ينفعش تصافح الناس بايديك، وما ينفعش تلمس الاسطح كتير، وما ينفعش تخرج في الاوقات المزدحمه، وبعدين حضرتك ابتديت تجمع كل هذه المعلومات واحده واحده، وابتديت تشغل المعلومات دي وتعمل لها تشغيل في دماغك، وقلت لا ده انا لازم امسك المعلومات دي استفيد منها، وابتديت تقسم يومك. والله انا محتاج مثلا بعض المستلزمات، يبقى هنزل اجيبها مره واحده عشان ما انزلش كتير، ما تواجدش في الاسواق كتير. ابتديت وانا نازل البس الكمامه بتاعتي، ابتديت اخد المطهرات بتاعتي، ابتديت ما المس اسطح كتير، ما صافحش حد، اقلل من الاختلاط. المعلومات دي فادتك في ايه؟ قلت ايه؟ طبعا وصلتني لاني خدت قرار سليم بالتباعد الاجتماعي. ولما حصل التباعد الاجتماعي ان شاء الله ربنا يسترها معايا وهفضل كويس والفتره تعدي على خير. يبقى هنا حضرتك من خلال المعلومات والتجميع اللي عملته لهذه المعلومات، سواء بقى من الاعلام، سواء من الانترنت، سواء من المجلات الطبيه، سواء من اراء بعض الاطباء، خلي بالك انت جمعت كل هذه المعلومات وقدرت توصل لقرار سليم. عارف اللي حضرتك عملته ده كله اسمه ايه؟ اسمه علم الاحصاء. هو ده بالظبط اللي بيدرسه علم الاحصاء، الشغل اللي حضرتك عملته ده. وهنا دورك في الموضوع اللي اتكلمنا فيه ده كان اسمك باحث. يبقى حضرتك في هذه المرحله قمت بدور الباحث وجمعت معلومات، والمعلومات لما جمعتها بدقه ساعدتك على اتخاذ قرار سليم، ان قدرت توصل في النهاية لسلامة صحتك. طيب لو حد تاني بقى مستهتر وجمع بيانات كده سطحية، ولا الأصل الكمامة دي مش مهمة، وأنا ما تقلقش ده الاختلاط ده مش هيعمل حاجة ده، وابتدى ياخد معلومات مغلوطة أو ما عملش بحث دقيق عن الموضوع من خلال المعلومات البسيطة اللي عنده اللي هو ما جمعهاش أصلا وما اهتمش بيها، قدر أو ما قدرش إن هو ياخد قرار سليم فحصل له إصابة. يبقى هنا إيه اللي حصل؟ علم الإحصاء نفعه ولا ما نفعوش؟ يبقى هنا بالتالي الناس اللي بتهتم بالطريقة العلمية في البحث وتجميع المعلومات وتكون المعلومات بتاعتها دقيقة، بيوصل في الآخر لأن أنا معايا معلومات دقيقة توصلني لاتخاذ قرار سليم. يبقى زي ما قلنا البيانات الإحصائية مرة تانية هي القياسات التي يقوم الباحث بجمعها عن الظاهرة التي يقوم بدراستها، وعلى قدر توفر ودقة هذه
البيانات أو هذا البحث بيكون دقة النتائج واتخاذ القرار السليم. عندي كمان البيانات الإحصائية بقى، علشان نجمعها لازم نعرف طبيعتها، لازم أعرف طبيعة البيانات الإحصائية. البيانات الإحصائية دي بتصنف تصنيفات عديدة، أولها وأهمها تصنيفها حسب مصادرها. يبقى أنا عندي تصنيف البيانات الإحصائية حسب مصدرها. حسب المصدر بيكون عندي بيانات تاريخية وبيانات ميدانية. يعني إيه بيانات تاريخية؟ طيب أنا عايز أعرف مثلا بيانات عن تاريخ مصر الفرعونية. هي مصر الفرعونية أكيد أكيد في كتب كتير جدا 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 بتكلم عن آثار مصر وحضارة مصر العظيمة. فقمت حضرتك رايح المكتبة جايب كتاب عن الحضارة المصرية القديمة وابتديت تقرأ فيه، ابتديت تسمع فيديوهات عن حضارة مصر، ابتديت تتفرج على قناة النيل وتشوف أفلام وثائقية عن الحضارة المصرية. كل دي أو كل هذه المعلومات اسمها إيه؟ أو المصادر دي اسمها مصادر إيه؟ مصادر تاريخية. مصادر إيه؟ تاريخية، يعني تم تسجيلها من قبل تاريخ لاحق أو في التاريخ القديم. يبقى دي اسمها مصادر إيه؟ تاريخية. يبقى هنا البيانات الإحصائية بتصنف حسب مصادرها لمصادر تاريخية ومصادر ميدانية. نقول تاني، المصادر التاريخية عبارة عن إيه؟ قلت لحضرتك أنت رحت عايز تجمع بيانات عن موضوع معين، ابتديت تستعين بذلك عن المصادر، تستعين على ذلك بالمصادر التاريخية. قلت دورت على أبحاث قديمة، دورت على كتب قديمة، دورت على مؤلفات، دورت على مجلدات، دورت على أفلام وثائقية، وابتديت تشوف الحاجات دي وتبتدي تجمع من خلال هذه المصادر التاريخية وتكتب وتجمع بياناتك ومعلوماتك. دي اسمها المصادر التاريخية. يبقى المصدر التاريخي انت بتعتمد على مصدر كان موجود انت بتستعير منه بيانات وتبتدي تسجلها، ده اسمه مصدر تاريخي. يبقى الكتاب بالنسبة لك اسمه مصدر تاريخي، فيلم قديم اسمه مصدر تاريخي. طيب اي معلومات قديمة باسمها مصادر تاريخية. طب افرض بقى ان انا ما عنديش مصادر تاريخية، او حتى لو عندي وعايز اجمع مصادر بنفسي، لازم انزل المكان اللي هجمع منه المصادر او الميدان ده، دي اسمها مصادر ميدانية. يعني لو حضرتك عايز تحلل شيء معين او تجمع بيانات عن شيء معين وعايز تنزل بنفسك لأرض الميدان وتجمع منها بيانات، زي مثلا في التعليم التجاري حضرتك عاوز تشوف نسبة الحضور في المدارس التجارية ونسبة مثلا عدد الطلاب اللي بيدرسوا مادة الإحصاء، فدخلت الفصول وقعدت تعد الطلاب وتاخد بيانات من المدرسة، ده كده اسمه جمع ميداني للبيانات، أو بيسميها مصادر ميدانية. أو كمان لو ممكن عايز تجمع بيانات عن شيء معين، عايز تجمع مثلا بيانات عن نسبة الشفاء في من فيروس كورونا، ابتديت تروح المستشفيات تاخد الإجراءات الاحترازية بتاعتك وتلبس كمامتك وتجمع عدد حالات الشفاء إن شاء الله بإذن الله عن كل مرضى فيروس كورونا، وإن شاء الله تطلع كبيرة جدا ويخلص الوباء من مصر. حضرتك إيه ده إيه اللي، وطبعا من العالم كله، لما نزلت الميدان بنفسك وجمعت البيانات دي اسمها بيانات ميدانية. اسمها بيانات إيه؟ ميدانية. يبقى ممكن يجي لك أسئلة على الجزء ده، أو أنت نفسك عايز تعرف إيه الفرق بين البيانات التاريخية أو المصادر التاريخية للبيانات والمصادر الميدانية. زي ما قلنا المصادر التاريخية عن طريق جمع البيانات من مصادر سابقة، كتاب، مجلة، يوتيوب، مسلسل، فيلم، زي ما حضرتك بقى عايز بتجمع منه بيانات ايه؟ تاريخية. يبقى بيانات كان اصلها موجود في التاريخ القديم، يبقى ديت البيانات التاريخية. وزي ما قلت لك عايز تجمع مثلا بيانات عن بناء الاهرامات، هتجيب كتب عن حضارة مصر الفرعونية وتبتدي تتكلم وتبحث وتجيب معلومات، دي اسمها مصادر ايه؟ تاريخية. طيب عايز تشوف حاجة معينة بعينك،
عايز تلاحظ شيء معين بعينك، فقمت عامل زيارة للأهرامات نفسها وابتديت تجمع البيانات بنفسك من ميدان الواقع أو من الميدان الواقعي، ويبقى دي اسمها مصادر ميدانية. يبقى كده عندي مصادر جمع البيانات أو تصنيف البيانات حسب مصادرها، قلت في مصادر تاريخية ومصادر ميدانية. يبقى نقول تاني، البيانات الإحصائية بتصنف حسب مصادرها إلى بيانات تاريخية وبيانات ميدانية، أو مصادر البيانات التاريخية ومصادر البيانات الميدانية. عندي كمان تصنيف جميل جدا جدا، اللي هو التصنيف حسب نوع هذه البيانات. دايما البيانات الإحصائية لو هصنفها حسب نوعها بقول بتصنف على أنها بيانات كيفية وبيانات كمية. يبقى هنا بيانات كيفية بتهتم بالكيف، وبيانات كمية بتهتم بالكم. يعني ايه بيانات كيفية؟ انها بتوصف شيء معين. يعني لو انا مثلا بشوف بعض الناس عايز اجمع عنه بيانات وصفية، اقدر اقول ده طويل، ده قصير، ده تخين، ده رفيع. يبقى دي اسمها بيانات وصفية، بوصف شيء معين. ممكن حسب لون الشعر، ده لون شعره اسود، لون شعره اصفر، حسب مثلا الطول، اشخاص طوال، اشخاص قصار القامة. لو انا مثلا في لعبة زي لعبة كرة السلة او كرة الطايرة اللي بتحتاج اطوال معينة، فهنا بتعتمد على البيانات الكيفية او الوصفية اللي بتوصف اطوال اللاعبين. يبقى في عندي بيانات كيفية او وصفية اللي هي بتوصف الكيف وليس الكم. زي ايه كمان؟ ممكن اوصف بعض الطلاب والتقديرات اللي حصل عليها. طالب مثلا حصل على تقدير ممتاز، انا ما قلتش هو جاب كام، انا قلت ايه ممتاز. يبقى ده تصنيف كيفي او وصفي للبيانات. طالب تاني حصل على تقدير جيد جدا، طالب تالت حصل على تقدير مقبول، او حصل على تقدير ضعيف، انما طبعا ان شاء الله كلنا في الاحصاء يكون تقديرنا ممتاز. يبقى دي اسمها بيانات كيفية او بيانات وصفية. عندي النوع التاني من تصنيف البيانات الاحصائية حسب نوعها، اللي هي البيانات الكمية او العددية. البيانات الكمية او البيانات العددية بتهتم بالعدد او الكم بتاع هذه البيانات. يعني مثلا لو انا عندي بتكلم عن درجات الطلاب في مادة الاحصاء، وشفت ناس جايبة 50 من 50، ده كده ما شاء الله، ده ممتاز ومقفل درجات المادة، وان شاء الله كلنا نكون كده. يبقى الطالب ده جايب 50 من 50، طالب تاني جايب 49 من 50، طالب تالت جايب 45 من 50، طالب رابع جايب 40 من 50، طالب خامس جايب 38 من 50. هنا البيانات دي اسمها بيانات ايه؟ اسمها بيانات كمية. اسمها بيانات ايه؟ كمية. يبقى انا عندي تقسيم البيانات الاحصائية حسب مصادرها قسمتها تقسيمتين، بيانات او مصادر تاريخية ومصادر ميدانية. طب لو هقسم البيانات الاحصائية حسب نوعها، قلت اول حاجة عندي بيانات احصائية كمية، بيانات احصائية ايه؟ كمية او عددية، وبيانات احصائية كيفية او وصفية. يبقى احنا اتفقنا ان حسب النوع اقسمها لوصفي وعددي او كيفي وكمي. الكيفي هو الوصفي والكمي هو العددي. ولو هقسم البيانات حسب مصادرها بقول مصادر تاريخية ومصادر ميدانية. كمان عايز اسأل او اعرف ازاي اعرف طرق جمع البيانات. طرق جمع البيانات دي، عشان اجمع بيانات احنا دايما ببتدي اجمع البيانات عن طريق طرح اسئلة، عن طريق طرح اسئلة. لو انا رحت عايز اجمع بيانات عن فيروس كورونا، فبسأل دكتور، والله يا دكتور الفيروس ده ممكن ينتقل ازاي؟ طيب المسافة اللي تكون امنة بتكون على بعد قد ايه؟ طيب هو انا لو لبست الكمامة
البسها كم مره، الكمامه دي بتترمي بعد كم مره، الفيروس ده عايز مطهرات ايه. حضرتك قاعد بتلقي اسئله على الدكتور والدكتور بيقابلك باجابات عن اسئلتك. في الاخر قدرت من خلال هذه الاسئله انك تجمع او تجمعي بيانات مطلوبه عن الموضوع اللي انت عاوزه. يبقى هنا حضرتك هتعمل قائمه بتشمل جميع الاسئله اللي بتعطي اجاباتها جميع البيانات المطلوبه، وبتكون من تصميمك انت. يعني ممكن حضرتك انت تصمم استماره او تصمم قائمه وتبتدي تحط فيها الاسئله اللي انت محتاج تسمع اجاباتها عشان توصل للمعلومات بتاعتك. يبقى هنا في حاجه اسمها طرق جمع البيانات، او بنقول ان بنطرح بعض الاسئله في صوره أسئلة وإجابات من الطرف الثاني يجاوبنا عليها علشان نوصل لبيانات مطلوبة، ودي بنسميها قائمة أو استمارة إحصائية، ودي حضرتك بتكون من تصميم الباحث. يبقى هنا ممكن باحث يعمل قائمة وباحث ثاني يعمل قائمة مختلفة، ولكن في الآخر الاثنين هدفهم واحد اللي هو تجميع البيانات الإحصائية. يبقى لما يقول لي إيه هي الاستمارة الإحصائية، أقول لك هي قائمة بتشمل جميع الأسئلة التي تعطي إجاباتها جميع هذه البيانات المطلوبة، وتكون دايما من تصميم الباحث. طيب عندنا كمان أساليب جمع البيانات. عندي أساليب جمع البيانات. إيه هي أساليب جمع البيانات عندي؟ أقول لحضرتك أول حاجة لازم تعرفها في أساليب جمع البيانات: اسلوب الحصر الشامل واسلوب المعاينة او العينات. يعني ايه الكلام ده؟ هتلاقي عندك في بعض الموضوعات لو المجتمع عدده قليل، والاول بس عايزين نعرف ايه هو المجتمع. المجتمع هو مجموع كل المفردات اللي بيهتم بها موضوع الدراسة او البحث. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك بتشوف درجات فصلك في مادة الاحصاء، يبقى المجتمع بتاعك هو الفصل بتاعك. يبقى المجتمع اللي حواليك ده، الفصل اللي حواليك ده بنسميه المجتمع. يبقى انا بقول المجتمع عبارة عن ايه؟ مجموع كل المفردات التي يهتم بها الباحث وبيهتم بها موضوع الدراسة. قد يكون المجتمع اشخاص زي فصل حضرتك، او اشياء، او مثلا بتعمل دراسة عن بعض الحيوانات، يبقى ده اسمه مجتمع. يبقى المجتمع هو مجموع كل المفردات التي يهتم بها موضوع الدراسة أو البحث. حضرتك عاوز تعمل دراسة مثلا عن نوع من أنواع القطط، فحضرتك بتبتدي ده المجتمع هنا اللي حضرتك بتدرسه بيكون مجتمع من الحيوانات، بتشوف النوع ده مثلا عدده مهدد بالانقراض ولا لا، يبقى ده اسمه مجتمع محل الدراسة. عايز تعمل دراسة عن فيروس كورونا، يبقى ده اسمه مجتمع بتشوف المرضى او اللي تم علاجهم او اللي تم شفائهم او نسبة الشفاء وطريقة التعامل مع المرض، يبقى ده اسمه مجتمع. عايز تعمل مثلا دراسة عن الناس اللي جابت درجات عالية في مادة الإحصاء في مدرستك في الصف الثالث، يبقى المجتمع بتاعك هنا هو الناس اللي بتدرس الإحصاء داخل المدرسة. يبقى المجتمع مجموع كل المفردات التي يهتم بها موضوع الدراسة أو البحث. قد يكون المجتمع هنا أشخاص أو أشياء. لو عايزين نرجع تاني لأساليب جمع البيانات، قلت لي عندي أسلوبين: أسلوب الحصر الشامل. وهنا يا جماعة في الحصر الشامل لازم نعرف ان في الحصر الشامل يقوم الباحث بدراسة جميع افراد المجتمع او كل مفردات هذا المجتمع، ما يسيبش ولا مفردة. لذلك هو عمل حصر شامل. يبقى اسلوب الحصر الشامل هو دراسة جميع مفردات المجتمع محل الدراسة. بس طبعا دراسة جميع مفردات المجتمع محل الدراسة ده شيء محتاج وقت ومحتاج مجهود ومحتاج تكلفة. يبقى أسلوب الحصر الشامل من عيوبه أنه بيحتاج وقت كبير، محتاج مجهود كبير، ويحتاج تكلفة كتير. طيب
بيفضل اسلوب الحصر الشامل اذا كانت عدد مفردات المجتمع قليله. يعني لو انا عندي 5 طلبه عاوز امتحنهم، هبتدي امتحن الطلاب اللي عندي وهنا كلهم عددهم كام؟ 5. فابتدي اشوف الدرجه امتحنهم كلهم. ليه؟ لان عددهم قليل، العدد 5 عدد مش كتير. ابتديت امتحن ال5 طلاب والاحظ طالب طالب واشوف درجات طالب طالب، يبقى شفت درجات الطالب الاول، وكمان لاحظت وشفت درجات الطالب الثاني، ولاحظت وشفت درجات الطالب الثالث، ولاحظت وشفت درجات الطالب الرابع والطالب الخامس. من خلال ملاحظتي لل5 طلاب انا قدرت احصرهم كلهم، لذلك اسمهم حصر شامل، اسمهم حصر شامل. ليه استخدمت هنا الحصر الشامل؟ قلت لي عدد مفردات المجتمع قليله، عدد مفردات المجتمع قليله، خدت شويه وقت وشويه مجهود وممكن تكون تكلفه في النفقات، ولكن اسلوب الحصر الشامل من مميزاته ان بيدي نتائج دقيقه، بيدي نتائج دقيقه اكثر دقه من اسلوب العينات. يبقى دايما في اسلوب الحصر الشامل بيكون النتائج بتاعته او مميزاته النتائج بتاعته دقيقه وبتساعد على اتخاذ قرار سليم. يبقى قلت من اساليب جمع البيانات او اساليب جمع البيانات اسلوبين: 1 اسلوب الحصر الشامل، 2 اسلوب المعاينه او العينات. طيب تعال خد بالك معايا كده، ايه هو اسلوب العينات؟ دايما لما نيجي نشوف حاجه صغيره يقول اديني عينه. يعني ايه عينه دي؟ العينه دراسه جزء بسيط من مفردات المجتمع. يعني لو انا عندي مدرسه فيها 300 طالب وعاوز اعرف ال 300 طالب دول مثلا درجاتهم عامله ايه في ماده الاحصاء، قمت داخل على الكشف ماسك 10 طلاب من الكشف كده عشوائيا، او خدت 30 طالب حتى لو هنكبر العينه شويه، خدت كام طالب؟ 30 طالب وشفت درجاتهم، وابتدي احكم على ال 300 من خلال ال 30. يبقى انا بقول العينه هي عباره عن دراسه جزء معين من مفردات المجتمع. يبقى انا درست كام؟ درست 30 طالب من اصل كام؟ من اصل 300 طالب. ايه اللي حصل هنا في الدراسه؟ خدت درجات ال 30 طالب وحاولت اخليها تمثل ال 300 طالب كلهم. يبقى هنا عندي اسلوب المعاينه هو دراسه جزء معين من مفردات المجتمع. زي ما اتفقنا كان المجتمع بتاعي كبير 300 طالب، ال 300 طالب دول انا خدت منهم كام؟ قلت لي خدت منهم 30. هنا العينه 30 على 300 تقريبا 10% بالظبط. كام؟ 10%. يبقى احنا اتفقنا ان خدت ال 30 طالب دول من اصل 300 طالب، يبقى خدت جزء من المجتمع ككل، وده اسمه اسلوب العينات. ايه مميزات اسلوب العينات؟ وفر عليا وقت، وفر عليا جهد، وفر عليا مال نفقات. يبقى هنا من مميزات اسلوب العينات توفير الوقت والجهد والمال. بس خلي بالك اكيد ممكن ال 30 دول على حظي يطلعوا كانوا افضل ناس في المجتمع، وبالتالي قدرت احكم على المجتمع انه مجتمع ممتاز، ولكن في الحقيقه في ناس كتيره جدا كانت جايبه درجات مش كويسه. يبقى هنا العينه ما ادتنيش نتيجه دقيقه زي الحصر الشامل. برافو عليك. يبقى انا عندي اساليب جمع البيانات تاني: اسلوب الحصر الشامل، اسلوب العينات. اسلوب الحصر الشامل قلنا دراسه جميع مفردات المجتمع محل الدراسه، اما اسلوب العينات دراسه جزء معين من المجتمع محل الدراسه، وطبعا الادق فيهم هو اسلوب الحصر الشامل. يبقى خد بالك ممكن يجي لك بعض الاسئله في الجزئيه دي يقول لك اساليب جمع البيانات هي نقط ونقط. عايز اسمعك كده وانت بتقول لي اساليب جمع البيانات، تقول لي اسلوب الحصر الشامل واسلوب المعاينه او العينات. قلنا ايه هي مزايا اسلوب الحصر الشامل؟
قلت النتائج الدقيقة أو أكثر دقة يعطي نتائج دقيقة جدا. طيب إيه عيوب الحصر الشامل؟ قلت لي بيحتاج إلى وقت ويحتاج إلى باحث مدرب، تدريب عدد كبير من الباحثين، ويحتاج إلى نفقات وأموال. طيب أسلوب العينات عندك إيه مزاياه؟ تقليل الوقت والجهد، لا يحتاج لعدد كبير من جميع البيانات، مش محتاج باحثين كتير، وكمان لا يحتاج إلى نفقات كبيرة، يعني بيقلل من النفقات. لما نشوف كمان مع بعض بعض التعريفات اللي خدناها، خدنا تعريف المجتمع، وقلنا المجتمع هو مجموع كل المفردات التي يهتم بها موضوع الدراسة أو البحث اللي بنعمله، وقد يكون المجتمع هنا أشخاص أو أشياء أو حيوانات أو آلات، أي شيء عندك بتصب عليه دراستك بيسمى مجتمع. عندي كمان كلمة العينة أو تعريف العينة. العينة هي جزء يتم اختياره من المجتمع محل الدراسة. يبقى احنا اتفقنا ان العينة جزء بسيط من المجتمع، جزء يتم اختياره من المجتمع محل الدراسة. ليه يمثل المجتمع في الحالات التي يصعب فيها دراسة المجتمع ككل؟ يبقى انا الجزء اللي اخترته ده خليته يمثل بقية المجتمع، ومن خلال هذا الجزء قدرت احكم على المجتمع ككل. طيب في اسلوب الحصر الشامل زي ما اتفقنا بيقوم الباحث بدراسة جميع مفردات المجتمع محل الدراسة. ليه بقى؟ عشان او في الوقت ده بيرغب في الحصول على نتائج دقيقة. يبقى لو الباحث عاوز يحصل على ادق النتائج على طول ننصحه باسلوب الحصر الشامل. لو الباحث محتاج نتائج دقيقة ننصحه بأسلوب الحصر الشامل. يبقى في الحصر الشامل أو في أسلوب الحصر الشامل بيقوم الباحث بدراسة جميع مفردات المجتمع محل الدراسة عندما يرغب في الحصول على نتائج دقيقة. طيب أما أسلوب العينات أو المعاينة، قلنا مع بعض بيقوم الباحث بدراسة جزء من المجتمع محل الدراسة ليمثل المجتمع ككل. يبقى الجزء ده بيدرسه الباحث ليمثل المجتمع ككل. طب عندي بعض الطرق لجمع البيانات، ازاي نقدر نجمع البيانات؟ وزي ما قلنا من شوية احنا جمعنا بيانات مثلا من خلال التلفزيون او من خلال اليوتيوب او من خلال الميدان عن طريق المشاهدة. يبقى اول طريقة لجمع البيانات هي المشاهدة، انك تشاهد كتير فتلاحظ وبعدين تبتدي تسجل هذه المشاهدات او الملاحظات. دي اسمها طريقة المشاهدة في جمع البيانات. يبقى تقدر تجمع البيانات عن طريق المشاهدة. تاني طريقة لجمع البيانات اسمها طريقة المقابلة. لو انا عايز اجمع بيانات عن شيء معين ابتدي اقابل حد واطرح عليه الاسئلة، ومن خلال الإجابات دهيت أبتدي أكتب الإجابات، ومن خلال الإجابات ديت بجمع المعلومات اللي أنا محتاجها. يبقى طريقة المقابلة دي بتتم لجمع البيانات عن طريق المقابلة وطرح الأسئلة. ممكن لو المقابلة صعبة شوية، إن حد اللي حضرتك عاوز تجمع منه البيانات ده في مكان بعيد أو في محافظة بعيدة، ممكن المراسلة عن طريق البريد. بس طبعا كانت المراسلة عن طريق البريد في بداية طرق جمع البيانات، وبعد كده ظهر التليفون، وطبعا دلوقتي برضو ممكن يكون البريد الإلكتروني، يعني مش لازم طبعا البريد العادي، بس ظهر التليفون. وطريقة جمع البيانات بالتليفون من الطرق السهلة الجميلة اللي بتوفر علينا وقت. وممكن اجمع بيانات من الصحف والمجلات.
المجلات اللي موجودة. يبقى أنا عندي لو أنا ممكن مهتم بمجال الرياضة ممكن أشوف الصحف الرياضية والمجلات الرياضية، زي طبعا الصحف كان دايما بيكون في باب في، وطبعا أكيد موجود لحد دلوقتي في الصحف الورقية أو الصحف الإلكترونية زي الصرح الكبير، جريدة الأخبار وجريدة الأهرام وجريدة الجمهورية والكلام ده كله. فبيجي انت بتجيب الجرايد دهيت وبتدي تجمع منها معلومات عن المجال اللي انت عاوزه، وكمان المجلات بتقدر تجمع منها بيانات. اخر طريقة لجمع البيانات اللي هي الانترنت، ودي حاليا اسرع واوفر الطرق لجمع البيانات، اللي هي الجمع او جمع البيانات عن طريق الانترنت. دايما معظمنا لما بيجي يسأل على شيء بيخش على جوجل يسأل، او يخش على الانترنت، او يخش على بعض الصفحات المتخصصة في هذه المجالات، وبالتالي بتقدر تفيدنا. وطبعا زي ما شفنا كمان في الظروف اللي فاتت في ظروف كورونا، كان التعليم عن بعد ناجح قد ايه، وقدرنا لو حد ناقصه معلومة ولا حاجة كان بيدخل على المنصات وعلى اليوتيوب وعلى الصفحات بتاع وزارة التربية والتعليم وعلى فيديوهات قناة مصر التعليمية، الصرح العظيم اللي وقف جنب مصر كلها في أزمة كورونا في النواحي التعليمية طبعا. فدي يعني من طرق جمع البيانات طبعا، اللي هي الانترنت او الفيديوهات اللي موجودة على الانترنت او المعلومات اللي موجودة على الانترنت. بعد كده قلنا العرض الجدولي للبيانات. يعني ايه عرض جدولي للبيانات؟ يعني عندي بيانات احصائية ببتدي اخد الملخصات اللي انا عملتها من خلال هذه البيانات وابتدي اعرضها في صورة جدول. يبقى احنا قلنا بعد تجميع البيانات التي يتم تنظيمها وتلخيصها في جداول حتى يسهل فهمها تمهيدا لتحليلها لاستخلاص النتائج واتخاذ القرارات. احنا اتفقنا ان علم الاحصاء بدأ بايه؟ بتجميع البيانات والملاحظة والحاجات دي كلها، وجمعت البيانات وسجلتها وحللتها، عايز بقى احطها فين؟ في جداول علشان اقدر استوعب الارقام والحاجات اللي عندي واقدر اوصل لاستخلاص نتائج تساعدني في اتخاذ قرار. يبقى احنا نقول تاني العرض الجدولي والبياني للبيانات الاحصائية دي ازاي؟ قلت بعد تجميع البيانات التي يتم تنظيمها وتلخيصها وتحليلها في جداول يسهل فهمها تمهيدا لتحليلها لاستخلاص الايه؟ النتائج. يبقى انا خلاص جمعت البيانات بحطها في جداول علشان اقدر افهمها واقدر احللها علشان استخلص نتائج لاتخاذ القرار او لوضعها امام متخذ القرار علشان تساعده على اتخاذ قرار سليم. طيب الجداول او جداول التوزيعات التكرارية دي عندي نوعين، في جداول بسيطة وجداول مزدوجة. نقول تاني جداول التوزيعات التكرارية دي نوعين من الجداول، في جداول بسيطة وجداول مزدوجة. طيب بالنسبة للجداول البسيطة تمام بتقسم لعدة تقسيمات او بيكون لها عدة انواع، زي الجداول المنتظمة والجداول غير المنتظمة. يعني ايه جدول منتظم؟ جدول بتزيد الفئات بتاعته بمقدار ثابت او زيادة ثابتة، طول الفئة هنا متساوي. لما تيجي تقول لي الفئات من 10 الى 20 الى، او من 10 الى اقل من 20، ومن 20 الى اقل من 30، ومن 30 الى اقل من 40، هنا تقول لي مقدار طول الفئة ثابت، يبقى ده اسمه جدول ايه؟ منتظم. يبقى يمكن تقسيم الجداول التكرارية البسيطة الى جداول منتظمة وجداول غير منتظمة. يبقى الجدول المنتظم بيكون اطوال الفئات بتاعته متساوية، والجداول غير المنتظمة بتكون اطوال الفئات في الجدول الغير منتظم اطوالها غير متساوية. زي ايه؟ يقول لي مثلا 10 الى 20 كده طول الفئة الاولى 10، وبعدين من 20 الى 25 بقى طول الفئة 5، وبعدين من 25 الى 40 بقى طول الفئة 15. يبقى دي اسمها جداول ايه؟ منتظمة وجداول غير منتظمة. عندي كمان جداول مقفولة وجداول متجمعة. للأسف وقت حلقتنا بيمر معاكم بسرعة جدا جدا جدا، وكنت سعيد معاكم في بداية
السنة الجديدة إن شاء الله تكون سنة خير وسعادة وتوفيق لمصر كلها إن شاء الله، وبندعي ربنا إن تكون فيها الشفاء وفيها الخلاص من فيروس كورونا، ودايما مصر بخير وسعادة. ألقاكم على خير، ودايما دايما قناة مصر التعليمية صرح منور في التعليم المصري. شكرا لكم.